طيب نادية، في الشأن المصري، يعني ردة فعل الجانب الأمريكي تجاه العملية الإرهابية التي استهدفت الجنود امبارح، كيف كان ردة الفعل؟ هل ممكن تتمخض عن تنسيقات في مكافحة الإرهاب أو تنسيقات أخرى أكبر؟ بدون أي شك محمود، الإدارة الأمريكية دائما تبدي تخوفها من وجود الجماعات الجهادية في سيناء، وحتى هذه النقطة التي يتفق فيها الكونغرس مع الإدارة على أنه يجب تزويد مصر بمساعدات عسكرية، لأن هناك خطر حقيقي في منطقة تعتبرها خارج نطاق السيطرة، وبالتالي أن يكون هناك حتى اتصال ما بينها وامتداد لقطاع غزة يمكن أن يعقد الأمور، فهي تدين أي هجوم إرهابي خصوصا عندما يستهدف مدنيين، وهي تريد أن يكون هناك تنسيق وتعاون أمني مصري أمريكي. وهذه على فكرة هذا المحور أو هذه المسألة لم تتغير على الإطلاق حتى في ظل الخلاف الذي نعرفه جميعا بالنسبة للوضع السياسي في مصر والانتقال إلى السلطة والآخره. التعاون الأمني لم يتغير بشكل كبير، وخصوصا في منطقة سيناء، وخصوصا في منطقة قريبة من حدود دول تراها الولايات المتحدة أصبحت دول تسودها الفوضى، وحتى دول فاشلة مثل ليبيا بالتحديد. ونقل الأسلحة لهذه الجماعات يتم بشكل سهل الآن، فهي معنية جدا أن يكون هناك استبداد للأمن في منطقة سيناء، وهي تدين أي عمليات تكون في هذه المنطقة. لكن بدون أي شك كما قلت، والجهود الآن تتجه سياسيا نحو وقف إطلاق النار في غزة، وفي ظل التعاون الأمني المستمر بين الولايات المتحدة ومصر. شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مستمرون في النقاش الحقيقة ما بين إرهابين أو موقفين تحديدا، الشأن المصري هنا باعتبارنا الحدث المصري، ولكن لا ننسى تلك التطورات التي تحدث في غزة، هذا الهجوم على حي الشجاعية الذي راح ضحيته ما يقارب من 70 فلسطيني، حتى لا نغير الجرحى، عدد الجرحى بيزيد وعدد القتلى بيزيد بشكل كبير جدا. نحن مستمرون في هذا النقاش، في هذه التغطية على محورين في هذه المسألة.